واحمد الشيخ داخل في الصفقه ولا مش داخل في الصفقه يا وليد؟ بص حضرتك، هو احنا خلصنا احمد الشيخ قبل ما الصفقه تخلص عشان تكون في الصوره، يعني انت خلاص احمد الشيخ رجع المقصه تاني قبل يعني هو بنسبه 99%. اعاره ولا بيع وشراء ولا ايه؟ لا لا اعاره، احنا خلصنا احمد الشيخ اعاره دون النظر عن صفقه ميدو تخلص او ما تخلص، يعني ملهاش علاقه. يعني انت عارف حضرتك ان احمد الشيخ يعني يعتبر ايه، يرتاح نفسيا معانا يعني. طبعا، وحصل اتصال بيننا وبينه كان قبل السفر للمغرب وكده، وبعد ما رجع من المغرب كان في برضه اتصال، وكان في جلسه مع الاستاذ محمد نجم ووقع على العقود الاعاره، ويعني يعتبر دي شبه خلصت يعني. خلاص يعني. طيب باذن الله يا كابتن.